نعم، بعد نحو نصف ساعة من الآن ستنتهي صلاة الجمعة ويبدأ الموكب الجنائزي بالتحرك إلى مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل. هناك إجراءات أمنية مشددة نظراً لأعداد كبيرة على المستوى الشعبي نبيل تحضر وتشارك في مراسم التشييع، وكذلك هناك حضور رسمي من يعني على مستوى أمير البلاد وكذلك مسؤولين ووزراء في دول كتركيا مثلا وبعض الدول الأخرى يشاركون على مستوى رفيع في هذه المراسم. وهذه الإجراءات الأمنية كذلك تهدف لتنظيم عملية خروج ربما المشيعين وانتقالهم من المسجد من وإلى المسجد، لأنه منذ ساعات الصباح كان هناك يعني أعداد كبيرة شاهدناها بأعيننا وهم يتوجهون إلى هذا المسجد للمشاركة في هذه الجنازة. هناك حالة من الغضب على المستوى الشعبي الذين يحضرون في هذه المراسم، وهناك بعض المشاركين جاءوا من خارج قطر من بعض الدول للمشاركة، وبالتالي هذا الحضور يراد له إرسال رسالة استنكار شديدة حيال مخاطر هذا الاستهداف وإدانة هذا الاستهداف السياسي. وخطبة الجمعة استمعت إلى أجزاء منها كذلك تدين هذه الحادثة وتشير بشكل أو بآخر إلى أحقية الشعب الفلسطيني في ربما حريته ومظلوميته منذ عقود جراء الممارسات الإسرائيلية واستنكار كبير لحرب الإبادة التي تحدث. الآن الأعين ربما تترقب والجميع يترقب مسار الأيام القليلة المقبلة نبيل على مستوى قيادة حركة حماس، خصوصا أن مراسم التشييع سيعقبها اليوم مجلس عزاء كبير، وهذا المجلس يسمح بمشاورات بين الفصائل الفلسطينية التي تحضر، جميع الفصائل الفلسطينية تحضر ممثلة في مجلس العزاء، وكانت أصدرت بيانات استنكار وتنديد وتتحدث عن مخاطر هذا الاستهداف وربما تأثيره على المرحلة المقبلة باعتباره نقطة مفصلية ستؤثر على الحراك ربما وعلى طبيعة الصراع مع إسرائيل التي استهدفته في إيران. وهذه المشاورات سيعقبها ربما اختيار خليفة لهنية، الجميع يترقب انتهاء هذا مجلس العزاء يوم الأحد، ومتوقع أن يكون هناك مشاورات مكثفة في قيادة حركة حماس ومختلف المسؤولين للإعلان عن من سيخلف هنية، وسط ترجيحات أن يكون خالد مشعل هو الاسم الكبير الذي ربما يعود إلى صدارة المشهد. تداعيات اغتيال هنية، دعني أشير قليلا إلى أن وسائل الإعلام والصحف سواء في قطر وفي مختلف الصحف العالمية أشارت إلى أن هنية قاد هذه المرحلة الحساسة وتحدثت أنه كان يدير شكل المفاوضات وجهود وقف إطلاق النار والتهدئة، وبالتالي هل سيؤثر ذلك وبطبيعة الحال سيؤثر على مسار التفاوض؟ هل سينهي جهود ومسار الوصول إلى تهدئة؟ لأن حتى الرئيس الأمريكي تحدث عن تداعيات سلبية لمقتل هنية واغتيال هنية، وبالتالي هناك أسئلة كثيرة تطرح ربما في المشهد نبيل، وهو ما ستجيب عنه الساعات والأيام القليلة المقبلة في ظل حديث أن هناك جبهات عدة، إيران وبعض الأطراف وحزب الله ربما يردون خلال أيام قليلة على هذا الاغتيال السياسي لهنية الذي تم في العاصمة الإيرانية طهران. وبالتالي المنطقة بحسب مسؤولين عرب وفي المنطقة وكذلك على المستوى الدولي تعيش حالة يعني توتر كبير وغليان جراء هذا التمادي الإسرائيلي في الإصرار على توسيع رقعة الحرب. هذا المشهد له ربما انعكاسات، حيث أن قيادة حركة حماس تقيم هنا في قطر، وبطبيعة الحال سيكون هناك كل جديد نرصده خلال الساعات القليلة المقبلة، لأنه متوقع خلال جلسة العزاء أن يكون هناك بعض الكلمات من شخصيات فلسطينية، شخصيات ربما عربية تشير إلى طبيعة المرحلة المقبلة والدلالات الكبيرة والخطيرة كما وصفت لهذا الاغتيال السياسي، لأن إسرائيل نسفت
جهود التسوية إن كانت موجودة أصلاً، لأن عملية الاغتيال حدثت في وقت حساس، في وقت تتحرك فيه دول عدة في المنطقة والعالم لمحاولة إيقاف هذا العدوان وحرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر الماضي. كثير من الأسئلة تطرح الآن عن ما الذي ستؤول إليه الأمور، وهناك كذلك تصريحات تركية تتحدث أن إسرائيل بدعم أمريكي بدعم غربي تريد التوسع جغرافياً خلال هذه الحرب والاستيلاء على أراضي جديدة، وعلى سبيل المثال جر لبنان إلى حرب مفتوحة، وجر لبنان لن يكون هو الورقة الأخيرة. إسرائيل بحسب تصريحات مسؤولين أتراك رسميا تريد جر إيران والمنطقة إلى هذه الحرب، وبالتالي الكل يترقب الأيام القليلة المقبلة وما ستنتجه ربما من رؤية أوضح ربما للمشهد على ضوء اغتيال إسماعيل هنية. ومراسم التشييع اليوم بطبيعة الحال تعكس حالة سخط سواء من قبل المسؤولين الذين شاركوا في هذه المراسم، وكذلك على المستوى الدولي والإقليمي. حتى الولايات المتحدة وهي حليفة إسرائيل اعتبرت أن ذلك ينعكس سلبا على جهود التوصل لتهدئة. مثل ما نتابع على الهواء أبو طالب، الآن تم إقامة صلاة الجمعة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة، ومن ثم سوف نتابع أيضا استكمال مراسم التشييع فيما يتعلق بصلاة الجنازة على جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. يأتي إلى هذا التشييع مثل ما نتابع العديد من الشخصيات البارزة والمعروفة. رأينا الأمير القطري تميم بن حمد، أيضا رأينا الأمير السابق أمير قطر حمد بن خليفة، وأيضا العديد من الشخصيات الأخرى. رأينا أيضا خالد مشعل زعيم السابق لحركة حماس وبعض الشخصيات الأخرى من حركة حماس. أيضا كان هناك الكثير من المصلين داخل المسجد وحتى خارج المسجد أبو طالب، علما بأن هذا المسجد في الدوحة يصنف بأنه أكبر المساجد وربما أيضا أحد أكبر المساجد في العالم. تقول قطر بأنه يسع أكثر من 30,000 مصلي. نبيل دعني أشير إلى مشهد رصدته. أنا أقف في منطقة تبعد كيلومترين اثنين عن المسجد، ونظرا للإجراءات المتبعة وهناك طرق أغلقت منذ الصباح، ما شاهدناه هو منذ ساعات الصباح الأولى هناك الآلاف توافدوا إلى هذا المسجد مشيا على الأقدام على الرغم من حرارة الجو المرتفعة، يعني درجات الحرارة تسجل ارتفاع كبير، وهذا مشهد غير معتاد في قطر أن يتم الترجل والمشي على الأقدام في ظل هذه الدرجات المرتفعة من الحرارة. هناك مصلين يصلون خارج المسجد على بعد مئات الأمتار نظرا للأعداد الكبيرة، الأعداد تقدر بالآلاف، ربما الإحصاءات تصدر بشكل رسمي بعد ساعات قليلة عن تقديرات الأعداد التي شاركت في عملية التشييع. وكما أشرت من المؤكد أن وفود من عدة دول على المستوى الشعبي، هذا غير المستوى الرسمي، قدمت وتشارك في هذه المراسم مراسم التشييع، وبالتالي الأعداد كبيرة والمصلين المصلون يصلون خارج المسجد في ظل هذه الدرجات المرتفعة من الحرارة. بعد قليل بعد صلاة الجنازة سيتم انتقال هذه الأعداد الكبيرة بشكل منظم إلى مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل، وبالتالي يوارى الثرى في هذه المقبرة الخاصة التي اختارت قطر أن يدفن فيها في ربما دلالات معينة، وبالتالي هذا هو المشهد. نعم. الأعداد كبيرة لكن لا أستطيع تخمين هذه. نعم. الأعداد نبيل، لكن بطبيعة الحال ربما تتبين خلال ساعات.